نعم، نادي الأهلي حسين عفيفي كبير مشجعي القلعة الحمراء الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد رحلة مع المرض. ونشرت صفحة الأهلي الرسمية على تويتر رسالة نعي من كافة مسؤولي النادي بمختلف القطاعات. يعد حسين عفيفي من أكبر مشجعي الأهلي منذ السبعينيات القرن الماضي، حيث كان دائم الحضور في المباريات والتدريبات من أجل مساندة فريق الكرة والفرق الجماعية بالنادي. حرص عدد من نجوم الأهلي، كان من بينهم سيد معوض مدرب الفريق الحالي، على نعي عم حسين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.